إذن عدنا مشاهدينا الكرام مرة أخرى دائما في ملف يوسف الزروالي اللي تابع معنا القصة هذه. مشاهدينا الكرام يعلم جيدا على أننا حطينا شهادات حية من بعض الناس اللي كانوا معاه في صفو وعارفين بعض الأسرار دياله، بل أكثر من هذا هو أنه كان كيحرضهم مشاهدينا الكرام باش يخرجوا يضربوا في هذا وذلك وذاك، لان كيف ما كتعرفوا مشاهدينا الكرام على ان الاخلاق ديال رئيس الجمعيه كتكون اخلاق طيبه كيعطي مثال جيد يحتذى به لجميع المغاربه داخل وخارج ارض الوطن، لكن في المقابل كنلقاو بان هذا الشخص هذا يحرض البعض على البعض ودائما يسعى الى الخراب. معنا الضيفة اليوم مشاهدينا الكرام اكيد ان البعض منكم كيعرف انها كانت معاه، لكن من بعد من عرفات الحقيقه ديالو خرجت ضده وكشفات بعض اسرار مشاهدينا الكرام اللي نعرفوها في هذه الحلقه. لهذا بغيتكم كاملين تستقبلوا معايا الاخت حنان. اختي حنان مرحبا بك، انا نشدك الميكرو خذ راحتك عرفينا بنفسك. معكم حنان شانيل، عندي قناه في اليوتيوب والله يكبر بك خويا مراد. لحظتك، كيفاش تعرفتي على يوسف الزروالي؟ كيفاش تعرفت عليه؟ انا يا كنت في الاول ما كنتش في الجهه ديالو، ولكن كان الاخ ياسين القنيطري هو اللي قال لي حنان شوفي يعني راه كيفاش كيضربوا فيه في الزوجه ديالو هذه، قال لي يعني احنا انت ما كتبغيش الظلم علاش ما نخرجوا ندافعوا عليه. قلت له انا كنسمع عليه بلي انسان خايب معدي بزاف د الحوايج، ولكن قلت له انا ما شفتش بعيني وما سمعتش بودني، انا قلت له ما يمكنش لي نحكم عليه خايب، ما اللي نشوف بعيني سمح نقدر نحكم. صايب خرجنا كندافعوا عليه يعني على الزوجه ديالو، حيت حنا دائما انا كنكون ضد العنف نتاع المراه المغربيه كيما بغات تكون المراه، كبير شانها ولا صغير شانها، المراه كتبقى مراه. يعني حنا عندنا العيد ديالنا لوي مارس، عندنا حقوقنا، الله ينصر سيدنا يعني عطينا الحقوق ديالنا، كيجي واحد اللي كيحطم المرأة المغربية ما نقبلوهاش. ملي انا يا اكتشفت هذا الانسان هذا الحقيقة ديالو والتعدد ديالو اللي كيدير للعيالات، ومنهم انا، منهم طاطا بديعة، منهم ديجا دو فرانس، منهم نزهة، منهم جميلة باري اللي تعرضت لكثر منا، هي تعرضت لواحد الهجوم قوي 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 حيت هو شافها ما كتجاوبوش، وهو ملي شي واحد ما كيجاوبوش كيقول خاف مني، كيزيد يضغط عليه، ماشي كيما ملي كتخرج وكتعطيه وكتجاوبو وتعطيه جوابه. انا ملي عيط علينا انا طاطا بديعه كانت عندي في الدار وقال لي حنان خصك، قلت له علاش ضري خرج كيسبني؟ قال لي راني ضامنت معاك في القناة ديالي، وراني قلت له حنان شانيل مرأة ظريفة ومعقولة ومحترمة وهادي وهادي وهادي، قال لي راه ماشي هو اللي هاجمك، راه جميلة باري اللي حرضاتو. قلت له ما يمكنش، قال لي والله العلي العظيم إلا جميلة باري اللي حرضاتو عليك باش يخرج يهاجمك. هذيك هي انا نط قلت لطاطا شهد الشهاده. قال لي غادي تخرجي بلايف حنان وغادي تقولي على جميله باللي انت معديه وتعديتي على الكاسول، انا ما نسميش بسميته، تعديتي على الكاسول ويعني وما كتسويش، انت اللي حرضتي ضري، انت اللي درتي، انت صاحبه الفتنه. انا حشمت من جميله حيت صاحبتي وما عنديش شي دلائل اللي كيتبتو. يعني انت هنا تعترفين بان السيد هذا كان كيحرضكم باش تخرجوا ضد القنوات اللي هي ضده؟ تعترفين؟ كنعترف بها انا بعدا شخصيا. كاين تحريض؟ كاين تحريض. ملي كاين تحريض ماشي كيما دار معايا، داير مع قنوات اخرين غير هما كيستروا عليه حيت راهم معاه، نهار اللي يتخاصموا معاه غتلقاهم كل واحد يقول لك حرضني. دابا كيستروا عليه ما يقدروش، ولكن نهار اللي يتخاصموا معاه غادي يعترفوا. اما انا النهار اللي حرضني النهار اللي قلبت عليه الفيزا
صاي خرجت بلايف قلت لهم الخوت شنو قال لي شنو قال لي شنو قال لي قال لك نعتي ديك الاسم اللي ذكرتي جميله نعتيها بسنان الحماره هي انت اللي صاحبه الفتنه وانت كتعدي على الكاسول وانت حقرتيه وانت يعني شي حوايج يعني كيعطيك التعليمات كيقول لك شنو تقولي وفداك النهار بالضبط ملي قال لي هكاك خرج هو بلايف قبل مني وكيقول لي ها جميله بناتي كتوحشو كيقولوا لي فينا هي طاطا جميله توحشناها وانا كما كان الحال انا راكي عزيزه عليا وما نوصلش معك شي حاجه خايبه وهو باش يبين ليها ملي زعما انا نخرج نضرب فيها زعما راني ماشي انا اللي حرت حنان شانيل رب وحده حنان شانيل خرجت وقالت لك ديك الهضره انت شوفي انا قلبي كي داير من جهتك هادشي قالوا بالليل وانت عارفك غدا غتخرجي قالوا بالعشيه وقال لي اليوم تخرجي بالليل في نفس اليوم هو خرج قبل مني بلايف قال هاد الهضره هادي باش يبين باللي زعما راه ماشي انا اللي قلت لحنان شانيل هضري راه هي بوحدها هضرتها انت شوفي انا شنو كنعاود عليك واخا قبل ما نكملوا مشاهدينا الكرام واحد التوضيح بسيط وقراءه في مقاله الاخت حنان وهو ان السيد هذا الملقب بالزروالي او الجمعوي كيعطي تعليمات القنوات اللي في صفو كيعطيهم تعليمات باش يخرجوا ضد قنوات معاديه ليه يعني كنا على يقين على ان الا شفتوا شي قناه خرجت كتهاجم واحد الشخص فغادي تاكدوا او سوف يتضح لكم واحد الصوره اجماليه لانه هو اللي عطى التعليمات لان ما عندش ما كاينش سبب مثلا دابا انا خرجوا مثلا كيعاتبوني قنوات ما كاينش سبب على انهم مثلا غيهاجموني لاني ما عمري مثلا وصلتهم بشي حاجه خايبه يعني كيهاجموني فقط لانهم ينفذون التعليمات ديال كبيرهم الذي علمهم السحر وهذه شهاده حيه مشاهدينا الكرام امامكم شهاده حيه الاخت حنان ما عندهاش علاش تكذب مثلا ما عندهاش علاش تكذب وحنا يوسف الزروالي طلب منا اننا نبحثوا فاحنا الان كنبحثوا وكنصادموا كنلقاو بانه فعلا يمارس الضغوطات يعطي الاوامر تحريض المشاهدين الكرام راه التحريض راه جريمه يعاقب عليها القانون طبعا فهاد السيده هذه تعرضت للتعريض لكنها التحريض لكنها رفضات اذا هنا السؤال كيطرح نفسه ملي رفضات انها تنفذ ليه الاوامر ديالو شنو كان المصير ديالها شنو وقع لك من بعد ملي رفضتي انك تنفذي الاوامر ديالو ملي ما قبلتش في ذاك النهار بالضبط خرج ليا واحد صاحبه قناه اللي ما نقدرش نقول الاسم ديالها كاين عتوها بالجلالي المتحول الجنسي هذيك خرجها ليا خرج كضرب فيا ملي عيطت عليه قلت ليه شنو هاد الشيء هذا قال لي خليها تسترزق الله معليش خليها ما تديش عليها راه عندها جوج بنيات يعني بغيتي تقولي بانه اعطاها التعليمات اييه قلت له انا ما بيني وبينها والو علاش غتخرج تهاجمني وانت كتقول خليها تسترزق الله تسترزق الله بيا انا باش تسبني وتعايرني وياك هي معنا في المجموعه كيفاش حنا غادي نبداو نسبوا في بعضياتنا قال لي معليش ما تديش عليها حنان الغدا ليه الصباح خرج لينا هذيك ديال سيدي عدي خرج كضرب فيا وكتسب تانا عيطنا قال لينا اوات هي خرجت والله ما عرفت مالهم هو راه هو اللي مصيرهم هو اللي مصيفطهم هو اللي مصيفطهم باش يخرجوا يهاجمونا ولكن مراها بيومين خرج لنا واحد في الجديده اللي راني حطيت به شكايه هذاك واحد العروبي اللي جلس كان قال لي جيبي لي طاطا بديعه اللي عندي تصور معايا وديتها له الجديده وخرج وكيقول انا تعريت عليه وقلت له بغيت نمارس معاك ويلاه نخرجوا على برا مور الدرك ولا ما عرفتش هذاك الشجر ولا كيقول هو قال لهم وانا شت لهم الحمها لتحت ما بينكم بين والو ما بيني وبينه والو والدليل هو صديق ديال الجمعاوي صديقه والدليل هو اللي محرضه غادي نعطيك الادله اخويا مراد دابا تشوفها بعينيك دابا الادله غتشوفها بعينيك داخل عنده اللايف داخل عنده اللايف وكيكتب ليه وهذا كيقول في هذه الهضره هو كيقول ليه العوره غنصيفطها للطربه العوره غنصيفطها للحبس
وكيقول للناس عاونوه بالسوبر شات، عطيوه يستاهل السوبر شات حيت كيضرب فيا، وكيهضر من الصمطه لتحت. وانا مراه مجوجه وعندي ثلاثه د الوليدات، ولدي راه عنده 19 عام في عمره، يعني هذا الانسان هذا وحاضر في ذاك اللايف، وعندي بلي كومونتير والشات طالع هكا متليشارجي والشات هو كيكتب ليه. كيفاش انت كتقول عليا انا المرأة الشريفة، انا المرأة الطيبة، انا المرأة والمرأة والمرأة، مرة واحدة ما بين ليلة ونهار طالع عند واحد وكيشجعو وكيقول لهم زيدوه السوبر شات، عطيوه السوبر شات على هاد الكلام اللي راه يقولو، وكيكتب ليه العورة كان واعد كان صفتها للحبس الطربة. وناض خويا جا من ألمانيا ودار ضرب صداق مع مراته، كان في اوتيل عرض علينا العشاء انا وراجلي وطاطا بديعه، قال لنا غتجيو تعشاو معايا. قلت له لا خويا اليوم الليله ديالك هذه جيو نتوما عندي. قال لي لا غتعشاو معايا في لوطيل، انا عارض عليكم نسهروا مجموعين وغدا راني معاك اختي. مشينا، ملي مشينا باركين الصباح دار علينا لايف، حيت كنا دايرين لايف طاطا بديعه دارت لايف من القناه ديالها، الصباح دار علينا لايف وهو يقول لهم الحمد لله ربي كبير ربي كبير، وجاب لي الادله بين يدي، العوره سكرانه، العوره وهي والشارفه سكرانين بيلا، وهزوا لنا المقاطع وكيديروا لنا الصوت ثقيل، والناس صحاب القنوات راه كيفهموا في الصوت الثقيل. قال لهم العوره حصلناها سكرانه هي، وكتقول لك راجلي انا بغيتي نعرف ذاك الراجل مسكين، اخويا راك بقيتي فيا، شنو هاد المراه دايره ليك، حرام عليها تديك هكاك تجرك الكباري. يعني وانا في اللايف كنقول لهم هذا خويا، وخويا كيبوس لي راسي، كنقول لهم هذا الزوج ديالي ما عمره ما بان معايا، ولكن بالضبط ذاك النهار بان، حيت قلت له يقدروا الناس ينويو شي حاجه ولا خصك تبان معايا، راجلي بان معايا، خويا باين معايا كيبوس لي في راسي، الا مرت خويا اللي ما بانتش. وينوض هو يقول لهم العوره راها سكرانه، ها كيشوه فيا، يعني وحرش قنوات اخرى ثاني ثاني من الصمطه لتحت، يباسوا سهرانين عليا في الربعه في الثلاثه الصباح. حقار حقار هذا الانسان هذا، حقار العيالات، حقار العيالات، كيبغي يسيطر على القنوات، ولكن انا ما لقانيش حويط قصور اللي يسيطر عليا ولا يخلعني البارطاج ديالو ولا الدعم ديالو. انا كان هو جاي من اسبانيا دار لايف في لابيسين وكيقول لهم غادي نجي وغادي ندعم حنان شانيل، وانا خرجت بلايف قلت لهم انا ما نتسنى حتى واحد يدعمني، انا نطلع قانتي بدراعي كما اي واحد طلع قانتو بدراعه وتمرمد في اليوتيوب، حتى انا غنتمرمد ونطلعها شويه بشويه. الحمد لله يلا هذا الشهر عندي عام شويه عليا، المهم ما نطلعهاش بالكذوب وبالغدر وبالنفاق وبالخبث ديالو والتشهير والضرب في الاعراض. المراه المغربيه دابا ولا كيضرب لينا في القصيرات، ما بقاش كيضرب في المراه المغربيه، بعد المراه راه شويه كتحمل، اما بنت قاصر كيفاش غدير ديك البنت، كيفاش غادي دير ديك البنت ملي كيبقى كيمرمد ليها في الشرف ديالها. هذا راه طاغي، حنا كناشدوا السلطات، كناشدوا السلطات المغربيه تتحرك، السلطات خصها تتحرك، حيت هاد الطاغي هذا بحال انا كنتحاور معايا الوجه في الوجه. انا راه ما نصبرش، انا ما شفتش وحده اللي كتصبر، انا ما شفتش وحده اللي كتخاف. انا الله يجعل ما يعطيني ضربه يصيفطني للسبيطار، المهم نعطيه ضربه اللي نخلي فيها حتى انا المرض طول حياته. يعني ما نصبرش على حقي وما نصبرش على شرفي. تعرضتي للتحرش من طرف هذا الشخص هذا؟ هذا الشخص هذا انا ما تحرش ما تعرضتش ليه مباشر، ما نكذبش وما نظلمش، كنت كندخل عنده اللايفات كيقول التيزه ديالي الزين التبات الغزاله هادشي كيقولوا كوكو بيبي كوكو بيبيه ديالي كلشي انا متليشارجي يعني، ولكن شي حاجه يعني اللي هضر معايا ولا تبسل عليا مباشره لا ما كايناش. ويعني دابا كنشوفو كيدمر العائلات اخويا مراد،
وكيهضر وكيقول انا ماشي حقار. لا انت حقار، انت حقار وانت غبي غبي. ما عرفناش حنا هاد الام هادي اللي تابعاك وكتشهر بناتها، وعرفتك امي عرفتك جاهل مقاري مواعي وكتعنتت بك ودايرك في جنبها. شنو محامي؟ كان كنتي محامي ياه نقولوا راه قاري واعي. ما قاريش ما واعيش، تبع الادسنس، تبع الفلوس، تبع الماده. مؤخرا مؤخرا يلاه البارح مشى عند منعيم نسيب البدويه، مشى عنده وطلبو قال له بغيت نشد الملف ديالك تا ومرتك باش يتاجر بيهم ثاني، حيت باغي منين يدخل المنعيم البدويه. قال هذه هي فرصتي، ولكن منعيم صدق راجل، جا وصلها لنسيبته، جا وصلها ليها. يعني حشومه، ماشي بحال الاخر اللي شفنا حنايا. خونا موسى راه شد 2000 درهم مشى دار معاه لايف البارح، 2000 درهم باع راسو بها مشى دار اللايف. يلا كيعيط على بديع، اجي اجي عمتي اجي عمتي، باغي ندير انا وياك لايف نخرج نشير شمو. شويه ملي جات بديعه من طنجه مشى هو الاخر عيط عليه، عيطت عليه خميره صايد 2000 درهم سكت مشى صور. يلا حنا الا كان الماديات غادي تولي تخرج لينا على ولاد بلادنا وبنات بلادنا، الله ينعلبوها هاد الماده هادي، الله ينعلبوها. بنادم يقلب باش ياكل ويشرب ويلبس صايي من الغدا مولاها ربي. نبقى بكرامتي بشخصيتي وبشرفي، باش يجي واحد منحط، واحد خبيث، واحد اللي كتجيبو النفس على مرتو اللي ما عارفينها كي دايره، ما كعارفيناش كي دايره وتجيبو النفس عليها. ها وحنا يبدا يطحن فينا حنا رجالاتنا، اللي شدوك ينقدوه ليك، اللي شدوك يربيوك يعاودوا لك الختانه يعاودوها ليك. يا الحتاله يا المصخ يا المعفون يا الامي. انا ما راني احترمت الصحافه النزيهه، وتحيه لخويا مراد الوانكم، الرجل الرجل القوي القوي قوي اللي قلتي له قلب لي على الدلائل وما كانش من العاكزين جابهم لك، وزمتك وعصر لك الحامض في عينيك. وماشي حقال العيالات، ماشي حقال العيالات، بالعكس كيجيب حق العيالات. اما انت كتحقر العيالات، ما قديتيش على مراد سيدك تجاوبو ملي كتجبد ملف ديال ايه، ملف ديال ايه، حيت يا الكسول ما كنتيش متبع مراد مزيان. كان كنتي متبعو غادي تشوف نهار اللي ايه عاودت صورت معاه واعتذرت من مراد، عاودت صورت واعتذرت من مراد وطلبت الاعتذار، وكانت بوحدها وتفارقت هي وراجلها. كان مراد نصاب ونصب عليها ما غاديش تعاود تصور معاه، ما غاديش عاود تصور معاه. مالو مراد كيهز العصا على عباد الله، كيهدد عباد الله بالسجن بحالك، ها كيهدد عباد الله يدخلهم للحباسات ولا الاصلاحيات. حنا كنعرفوا على مراد الوانكم، كنعرفوه ماشي اليوم عاد، ماشي اليوم عاد كنعرفوا مراد راه امتى، كنعرفوا مراد حنا متبعينه، حنا متبعينه متتبعه انا ديال الوانكم وفيه، انا متتبعه وفيه ديال الوانكم. يعني كان نحترم الاخ مراد على تكلم هو تكلم على ايه، تكلم على ايه شنو قال؟ قال لك نصبتي على ايه وديتي لايه الفلوس وخرجت ايه، قال لك وقال لك وبغيتي تحرش بها يا الصاد في الماء العكر. نجاوبك مشاهدينا الكرام، نجاوبوا على هذه النقطه هذه. كما قالت الاخت حنان انا تفاجاتني صراحه، قال لك دخلتي الدوش خليتي المايو ديالك في الدوش عندها. بالنسبه للاخت ايه، ايه ومصطفى اكشوان هما اصدقاء ونحن نكن لهم كل التقدير والاحترام. في الوقيته اللي كنت تعاونت معاهم كانت تعطل عليها الكود ديال الادسنس، وكانوا جاو عندها شياطين الانس عمروا لها راسها وقالوا لها لا ربما راه مراد خدا لك القناه ديالك، وهي كانت خرجت بواحد الفيديو قالت لهم راه دا لي القناه ديالي، دا لي الادسنس ديالي الى اخره. انا عذرتها صراحه الله يحسن العوان، لكن من بعد ولله الحمد
جا الكود ديال الادسنس وخدات فليساتها وكما قالت حنان درت فيديو ديال الاعتذار وتصالحنا ورجعات المياه المجاريها. فلهذا سيدي لا تصطادوا في الماء العكر. الا عندك شي ادله جبدها حنا كنواجهوك بالدلائل. اما انت تصطاد في الماء العكر وهي كتشير بالحجر وما عندكش المصداقيه. فلهذا رجع وبحث عاد تكلم عاد تحدث. كمل اختي حنان لان الحوار معك صراحه شيق لكن للاسف الوقت ما بقاش. اعطيني رسالتك في عجاله. لا كنوجه رساله للسلطات المغربيه اللي خصها تحرك لهاد الطاغي هذا اللي توقفوا عند حده. ما بغيناش هاد المهزله هادي. غادي نوصلوا لشي كارثه عظمى. حنا كنتمناو السلطات تحرك حيت الا ما تحركت السلطات يعني هو ولا لينا القاصرات. كيمن مد فيهم يعني هادشي كيألم. ألمنا في قلبنا بزاف. ألمنا اللي كيقول لك انا كنضامن مع هاد القاصرات. كيفاش كتضامن مع القاصرات كتشرشم فيهم كتضرب لهم في الاعراض ديالهم؟ واش اللي كيضامن كيشرشم الانسان كيحطمو كيضرب له في الشرف ديالو كيضرب له في الاعراض ديالو؟ الا يعني هذا هنا كيبين باللي ما كيضامنش. باغي الادسنس باغي المشاهده. ملي كيبرك حداه الناموسه كطلع له اللايف عجبو راسو صايي. تحيه للسلطات المغربيه وكنتمناو حنا كنناشدو السلطات تاع مدينه فاس اللي خرج نتاقدهم وكيطيح بهم. حنا السلطات كنحترموهم وفوق من راسنا. وتحيه للقضاء المغربي النزيه وتحيه للصحافه النزيهه السلطه الرابعه. وشكرا لك خويا مراد وتحيه كبيره لك والمتتبعين ديالك. شكرا اختي حنان. واي جديد كان في هذا الموضوع تواصلي معنا باش نتبعوا هذا الملف حتى تظهر الحقيقه. مشاهدينا الكرام ما سخيناش بكم وغنتلاقاو معكم ان شاء الله قريبا. الى ذاك الحين الى اللقاء.